السلام عليكم. عليكم السلام. اللي ميزك جاتكم عجيبة. يا سلام، صباح النور، صباح الرباح، صباح التوفيق والتيسير والرزق والصحة والسلامة. هادشي اللي نتمناو. كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. اليوم معايا في فيديو جديد على قناتي ميزا فلوغ. اليوم عندي شله بوكو حوايج نقضيهم. اول حاجه غادي ندوز على مامو ياسين، غادي يمشيو معايا يونسوني في التجربه هذه، لان اليوم غدا للخطوط الملكيه المغربيه. انا فرحانه بزاف 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 انني نكون الوجه الاعلاني هذه السنه ليهم، فهذا انجاز كبير بالنسبه ليا وشيء يشرفني انني انا المملكه المغربيه، يعني شيء ديال سيدنا، شيء اللي انا نفتخر به. فان شاء الله غادي يجمعني معهم واحد التعاون اللي هو زوين بزاف 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 بالنسبه للطيران، وعندهم واحد الاوفرز اللي غزال اللي غنشارككم هادشي كامل ان شاء الله. اسمحوا لي، كنت كندوي مع رود، حطت لي شي حوايج هنايا في الطروبيل ديالي ديال الخدمه، فغادي نمشي. اول حاجه انا والله العظيم وليت بدا، اول حاجه وليت كنولف هاد الطروبيل صغيره، وليت كتجيني ساهله في المكان باركنها احسن من هذيك كبير. المهم، اول حاجه غادي نمشي لهذا. يا خويتي حزام السلامه هو كل شيء. فغادي نمشي ان شاء الله اول حاجه للورق، نهز ماما وياسين، ومن تما نمشيو نقضيو غرضاتنا، لان باغا نمشي نخلص شي ام اخرى هي ديالي. المهم النهار كامل وانا معاكم. شو علاش ما تنقدرش نصور؟ ها نتوما جاي ليا جاي لك والله العظيم. وي 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 وي, وي, وي مشات الكاميرا عرفتي، وهذا جري ليا جري عليك راه هو اللي كاين. الله يوفقني ويوفقكم ويوفق جميع أمة المسلمين. أهم حاجة بغيت تكون فيكم واحد الطاقة إيجابية، بغيتك تكوني نتي لمولاتي وجمري على كتافك وتكوني كابابل أول حاجة لرضات الله سبحانه وتعالى، لرضات نفسك ورضات والديك ورضات زوجك ورضات عائلتك، وديري شي حاجة اللي تحسي براسك أنك تتفتخري بها. فالله يوفقني ويوفقكم، فترقبوا معايا والله العظيم، يعني الفيديوهات جداد إن شاء الله. البارح كنشوف لكم مونتاج ديال الفيديو اللي نزلت قبل، الناس كيسحاب ليهم ان خالد اعتزل من يوتيوب. لا البنات، راه ما خرجش من يوتيوب، غير هو المحتوى ديال قناه يوميات المزروعين تغير، غيولي محتوى اخر، محتوى خاص بالشباب، يمكن سفر، يمكن المهم. هو دابا جالس يقرر يشوف اشنو هو المحتوى اللي هو غادي يناسبه. اكيد ما غاديش يدير شي حاجه اللي هي غلط وشي حاجه اللي زوينه وغدا يبقى معاكم. يعني خالد موجود اخواتي، شفت المعجبات والمعجبين ديال خالد في كل مكان ما شاء الله. الله يجعل يا ربي حبكم لينا حب صادق دائم لله سبحانه وتعالى، وشكرا لكم بزاف 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 على حبكم ودعمكم ووقفتكم معنا في الحلوه وفي المره. غادي نمشيو دابا وانتم معنا. وصلنا يا الحباب. زيد دابا ماما وياسين عاد وصلنا هنايا، هما جايين معايا اليوم ما نقضيو شحال من غراض ونسوها. مسكينه مسكينه هاد الكاميرا هادي مسكينه، هاد البلاصه ما عجبتهاش، كل مره كتهضري زي زعما ما عندك باش باش هذا يطلق راجع ليا. منورين ما شاء الله، اللهم بارك. سي العمده، المشكله هنا والو ما كاينش باركينغ. كي داير؟ لاباس عليك؟ انا كاين شكري. كلشي بخير؟ شي كلمة للمتابعين ديال ميزا فلوغ؟ صافي نتمنى تساندو وتدعمو ان شاء الله، باقي بزاف الحوايج بزاف المفاجآت معنا قدام ان شاء الله، غيشوفوها الخير ان شاء الله من القدام. والو مكاينش باركينغ دابا، ندورو نضربو الضوايع ندخلو مع الدريبة داخلين مع الدروبة. هنا مشكلة هاد الشارع المطار صعيب تلقاي فيه باركينغ. المشكلة دابا ما بغاش نتمشى في الشمس لأنه واحد الحرارة، واحد الحرارة ما يمكنش. ما شاء الله تبارك الله، 41 كانت تقليطو. الله يرحمنا الله يرحمنا يا الله يرحمنا. آمين آمين. شوفوا ناير ممكن تدخل من هنا ولا تخيل. المهم نباركنو نتوما معانا، وأخيرا لقينا باركينغ ناري واحد الحرارة. واو واو واو، خاصنا الصابو البلدي وشي فركة ديال الخرقة. ما شاء الله. بدا اول حاجه نباركو الخطوط المغربيه، لان حلوا الفرع ديالهم هنايا في شارع المطار عند مكتب الفجر. هما اصلا كانوا عند مكتب الفجر، ودابا ولا عندهم مكتب خاص فيهم اللي هو هذا الخطوط الملكيه المغربيه. شفتوا
What you will make? Cupcake. Cupcake. أشوف شوفوا شفت هاد الجاهز. دابا ريما غادا تصوبوا لينا. Which chocolate we will use? Fernet, let's see. واو هذا شوكولا نواغ صراحة واعر. واعر هذا كناخذو في كارفور. وهذا هو البلاند ديال الكب كيكس. هنا ريما ما شاء الله يحطاتهم. شوفوا حاطه ديجا جايبه ما شاء الله هي اللي جبدات هادشي كامل ودارت هادشي كامل. تتموت على الحلويات وعلى البيكينغ. يا هي لايك بيكينغ ها ميكس اها ان بوت بيكاوس سبرينكلز ذا كلر بلو اند بلاك اند بينك. الله شاطره بنتي حبيبتي الحلوة. نبص لك الجديدة. الله يرضي عليك ما شاء الله على ريما. يلا حطينا الزبدة حطينا البيضات ونحركو. يا نايس خلاص فينش. ايه ايه حطيتهم في الفران درنا لهم داك الشوكولات ونستناهم ان شاء الله يطيبوا. وجهزوا الشوكليت مافنز ديالنا تبارك الله والله الا جاوا زوينه الله يعطيها الصحه. زعما واخا بنتي الله يعطيها الصحه ما شاء الله عليها كتموت على البيكينغ. شوفوا الحجه كتزورنا مره في الشهر بس كدير لي واحد القهوه نعدل المزاج. ملي وليت مدمنه على القهوه عاد وليت كنحس براسي ما شربتش قهوه في النهار كنحس ناقصاني شي حاجه في المخ ديالي. المهم نشربو نعدلو المزاج ديالنا. دارت لي هي كابوتشينو نشربها مع راساتي وبالصحة والراحة. ورجعت للدار الحمد لله ساليت أموري صورت الفيديو ديالي اللي هو نفس ما قلت لكم التعاون مع خطوط الملكية المغربية. إن شاء الله غادي يكون واحد المسابقة زوينة اللي هي عبارة عن تذاكر مقدمة من خطوط الملكية المغربية لكم نتوما يا تمشيو تعيدوا مع والديكم تشوفوا المغرب الزوين. والله اوفرز زوينين دايرين دايرين واحد الاشياء غزاله صراحه. ان شاء الله غادي ننزل لكم الفيديو عما قريب غير ناخذ الاوكي وكلشي لان كيدوزوا بالمراحل لين ما يتم الموافقه عليه واننا ذكرنا جميع الاشياء وهذا كامل. المسابقه غتكون في الانستغرام بنات. الانستغرام ديالي دائما راه هو موجود في صندوق الوصف ميزه بلوغ وغنخلي لكم هنايا يعني شيء بسيط سهل دغيا انكم تشاركوا فيها وتربحوا تيكت الطياره بالنسبه للمغرب ان شاء الله. وبالنسبه للبنات اللي عايشين هنا في الامارات هما اللي يقدروا يشاركوا في هذه المسابقه يعني مش مسابقه شامله لكاع الدول. فهذاك هذا هو شدني الفقاسي. دابا عاد دخلت لقيت ولادي جالسين كيتغداو وخديت بطاطا الحمدان وحلت ليا ما عطاش ليا ما خاطره. المهم حبابي الحمد لله داز صباحي بخير وعلى خير. جاي جيك حيدت عليا اموري كامله رجعت للدار وهنا غادي نختم معكم هذا الفيديو. كنتمنى ان شاء الله هنا اللي يعجب ديالكم. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد على قناتي ميزابلو. شوفكم على خير.